عبيدة، لكن ننتقل الآن مع وقفة مع الدكتورة سلوى الهزاع وهي عضو بمجلس الشورى لنتحاور معها في هذا اليوم الخاص بذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أهلا وسهلا فيك دكتورة سلوى معنا في هذا اليوم المفتوح. يا هلا وسهلا بكم جميعا. هلا ومرحبا فيك دكتورة سلوى. في هذا اليوم اللي نعتبره ذكرى لجميع المواطنين. أكيد صحيح. نعم دكتورة سلوى، ماذا قدم لك الوطن كامرأة سعودية، وماذا قدمت له، وماذا تودين أن تقولين بهذه المناسبة؟ والله نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الأولى لمبايعة خادم الحرمين الشريفين. نعم. ولقد تشرفت العام الماضي كعضوة وعضو مجلس شورى أنه بايعناه شخصيا، وهذا دل على شيء، فدل على أنه للمرأة قوامها وللمرأة حضورها في المملكة العربية السعودية، لأنه هذه أول مرة تقوم امرأة في مبايعة الملك. طبعا أيضا تشرفت أني حضرت خطاب الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الذي قاله أمام مجلس الشورى، وكان طبعا موجه للجميع. فالخطاب فعلا يعني تطرق إلى أن المواطن له أهميته تنمويا واقتصاديا، ونعتقد طالما أنه الخادم الحرمين الشريفين والحكومة فعلا تضع للمواطن أهميته، هذا يعطي للمواطن القوة والدعم أنه يعطي ويستمر في بلده. لا ننسى أيضا الخطة التنموية اللي هي التحول الوطني، وأيضا تشرفت أني أكون مشاركة بهذا. هذا فعلا الخطة الاستراتيجية لعام 2020 بيّنت أنه لا نعتمد فقط للبترول، ووضع استراتيجية أن نكون إن شاء الله نعتمد على مصادر أخرى. فكل هذه الأشياء فعلا تدل أن المواطن له حضوره في بلده. مرينا بتحديات كثيرة خلال هذه السنة، فنستطاع أي ملك أن يقاوم هذه التحديات، فهذا سلمان الحزم فعلا كان له حضور، ليس فقط عندما انتهى من السنة الأولى من حكمه، بل من كان من أول 100 يوم خلال توليه الحكم. فنعم العالم الآن يعتبر في مثل ما يذكروا الفاينانشال كرايسيس، تغيرات كثيرة من الناحية المالية. صحيح. لكن ولله الحمد المملكة العربية السعودية رغم نزول النفط لكن استطعنا أن نقف صامدين. صحيح. ليس فقط من الناحية الاقتصادية. نعم. بل أيضا من الناحية الفكرية والتحالف الذي حصل، لم يكن فقط على المستوى الخليجي، ولم يكن فقط على المستوى العربي، وليس فقط على المستوى الإسلامي، بل كان على مستوى العالم. صحيح. إنه نحن نقف ضد الإرهاب، ولن نسمح لأحد أن يمس إما المملكة العربية السعودية أو ديننا الإسلامي. فبكل الأحوال استطاع الملك خلال عام واحد أن يضع المملكة العربية السعودية على خارطة العالم. فالله يحفظ خادم الحرمين الشريفين وبلادنا، وأن ينعم لنا بالأمن والأمان لهذا البلد الكريم. نعم نعم، شكرا لك على هذه المداخلة في هذا اليوم الخاص والاستوديو المفتوح دكتورة سلوى الهزاع عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.